نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى والبداية بالعناوين. في الندوة الدورية للولايات رئيس الحكومة يدعو إلى مزيد تطبيق إجراءات التوقي من فيروس كورونا ويؤكد تغير السياسة التنموية في الجهات عبر التشاركية والحوار. اضطراب في التزود بقوارير الغاز المنزلي في بعض ولايات الجنوب في ظل إضراب المنطقة الصناعية بجابس ودعوات للحكومة للتدخل العاجل لحل الأزمة. ومع تواصل ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، مد تضامني جمعياتي عبر التجهيزات الطبية ووسائل الوقاية من الفيروس. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. برمجة زيارات إلى كافة الجهات لدفع إنجاز مشاريع التنمية المتعطلة بها والشروع بالشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني على المستوى الجهوي في صياغة تصور تنموي يكرس مبدأ التمييز الإيجابي، ذلك ما أكده رئيس الحكومة هشام المشيشي في افتتاح ندوة الولاة اليوم. رئيس الحكومة أكد أيضا ضرورة استجابة السياسة التنموية الجديدة لتطلعات المواطنين في الجهات والتشارك فيها مع كافة قوى المجتمع المدني على مستوى كل جهة. بالحث على مواصلة الجهود المبذولة لتقليص انتشار فيروس كورونا المستجد، استهل رئيس الحكومة هشام المشيشي الكلمة الافتتاحية للندوة الدورية الثالثة للولات، حيث أكد أن الوضع الوبائي لا يزال حرجا ويتطلب الحيطة ومواصلة احترام الإجراءات الموضوعة للغرض. الوضع الصحي كما تعلمون لا يزال خطير، لذلك علشان ماذا بي أن أستحثكم على مواصلة المجهود بنفس درجة الالتزام فيما يتعلق بتطبيق إجراءات الحجر الصحي على مستوى الولايات التي تشرفون عليها، وهذا بطبيعة الحال يتطلب منا كذلك أيضا توفير الإمكانيات. وفي تصريح عقب الجلسة الصباحية أكد هشام المشيشي أن تعامل الحكومة مع الوضع الوبائي كان وفي مختلف مراحله يوازن بين المحافظة على الصحة العامة من جهة وعلى مواطن الشغل وموارد الدولة من جهة أخرى، حتى تتمكن البلاد من إعادة الانطلاق في مرحلة ثانية بعد السيطرة على الوباء. الفلسفة التي بنينا عليها التمشي لمحاصرة فيروس كورونا وهي الحفاظ على صحة المواطن، توفير كافة الإمكانيات العلاجية والإمكانيات الوقائية، لكن كذلك المحافظة على حياة اقتصادية والمحافظة على ديمومة المؤسسات قدر الإمكان، والمحافظة على مواطن الشغل قدر الإمكان، وخاصة كذلك المحافظة على موارد للدولة قدر الإمكان. وقد مثلت الاستحقاقات التنموية في الجهات المحور الأساسي لهذه الندوة، حيث أكد المشيشي أن بعض المناطق تعاني تأخرا تنمويا طال لعقود، وعلى هذا الأساس بنيت المقاربة التنموية لحكومته والتي تقوم على مبدأ التشاركية والحوار واحترام انتظارات المواطن في تنمية متعادلة. نلقينا كنز من المقترحات وكنز من الأفكار اللي احنا لازمنا نراكموها على مستوى المركز وعلى مستوى الحكومة ونحطوها اونغموني مع المقاربة الشاملة اللي تعتمدها الحكومة. هذاك علاش احنا قمنا بتركيز فرق عمل باش تعمل في تناغم مع الجهات وباش تتنقل مع لكافة الجهات، ويكون الفرق العمل هذه باش يتنقل معها عضو من الحكومة يتولى الإشراف على مجالس مجالس جهوية للتنمية، يقع في خلالها الاستماع إلى كافة مكونات الطيف الاجتماعي والاقتصادي على مستوى الجهة. فرق العمل هذه ستعمل كذلك على دفع المشاريع المعطلة والتي كثيرا ما كانت أسبابها بيروقراطية بحتة. للانطلاق إن شاء الله في العمل طيلة الفترة المقبلة هذه من خلال فرق العمل اللي باش تتنقل على المستوى الجهوي واللي باش ترجع لنا على المستوى المركزي بملفات تنموية خاصة بكل جهة ندرسوها في إطار التكامل بين الجهات الكل. أنا ماذا بي أرى الجهات الكل هي ورشات عمل ورشات تفكير.
وكان وزير الداخلية افتتح الندوة بكلمة ذكر خلالها بالدور المحوري للولايات في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والتي تتسم بصعوبات اقتصادية واجتماعية وحراك في بعض المناطق للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات والقرارات الحكومية السابقة، داعيا إلى العمل كفريق لمزيد من الفاعلية على العمل الحكومي. وفي بعض المعتمديات من ولاية الجنوب يواجه المواطنون أزمة في التزود بالغاز بسبب الاعتصام بالمنطقة الصناعية بجابس الذي ألقى بظلاله على الولايات المجاورة. وفي ظل هذا الوضع دعا رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة الحكومة، دعاها إلى إيجاد حل سريع لإغلاق المنطقة الصناعية بجابس بعد تراجع تعبئة قوارير الغاز المنزلي بشكل كبير. تتواصل رحلة بحث عدد من المواطنين وأصحاب المحلات الغذائية والمطاعم وسيارة الأجرة التاكسي في بعض المناطق عن قارورة غاز بدأ إيجادها صعبا هذه الأيام في ظل الأزمة والاضطراب في التزود بقوارير الغاز الذي تشهده بعض الولايات على غرار مدنين وتطاوين وصفاقس وقفصة جراء الاعتصام بالمنطقة الصناعية بجابس الذي ألقى بظلاله على الولايات المجاورة. ثلاثة أيام ما فماش غاز، امبارح طيبنا عشان الفحم، تعرف اكثر من ساعه ونص نستنى، وبخلاف العباد هذه تعرف من 6 نتاع الصباح عندي تاكسي انا من 7 غير باه حبس تو، ويعطيك دبوزه واحده يقول لك لا ما نعطيكش اكثر من دبوزه، انا عندي شوفوا عندي دبوزه الغاز باش نطيبوا بها، معناتها يلزمني نبدل من هنا نطيب شوي ونسخن شوي الماء. مطلوب توفير الغاز ما ساعدناش بصراحة، صناع احنا في التاكسي ما ساعدناش. ثم طلب هنا عندنا شقفة ما مش قاعد يوصلنا للمحطات، تجي شوي شوي بحكم الضغط، وانا حد الديبو يمشوا كل ليونات اللي يهزوا من الدب وديريكت وكاو. كي يجي حد يسالني ما نعرفش ما نجاوب، انا دباب صفرغين عندهم جمعه تو بالضبط، ندروش معناها وقتاش معناها باش يرجعوا. ثلاث ايام من عندهم من الصباح لليل وحنا شادين الصف الكيوسك، جماعه جابس عندهم حق يطالبوا بالتشغيل، حقهم المشروع هذاك، ما قلناش لا من حقهم يطالبوا بالتشغيل. اما احنا تضرينا زاد، شوفوا لنا حل خويا. واحد شعل كانون وطيب عليه القهوه. لا بجي من 5 تاع الصباح. وما عشان غاز الله غالبك نجموش نوفروا، أنا هيك تشوف لا أنا لا حماية لا حتى ها أغز بعينيك ها. وفي ظل هذه الأزمة ولحل هذا الإشكال التجأ بعض المزودين ومصالح التزويد بالإدارة الجهوية للتجارة بقفصة مثلا إلى جلب قوارير الغاز المنزلي من ولايتي تونس وبنزرت في حدود الكمية الممكنة. تو من تونس نعب من تونس، الكاميون يشد في الصف يقعد نهارين نهار الثلاث يعبي. كإدارة جهوية قاعدين نسعوا تو نسقوا مع المزودين تاعنا باش نوجهوهم باش نمشيو بدينا نوجهو فيهم من هاردة الأزمة، نوجهو فيهم باش يمشيو تونس وبنزرت. بالنسبة للغاز لحد مثلا قلنا احنا لحد أمس ولحد اليوم بحوالي 3000 قارورة داخل القفص، الإنتاج موجود، الاعتصام والاحتجاجات موجودة في المعمل بحكم هو المعمل لأن احنا كنا نزودو من قابس، الاحتجاجات عطلت التزويد. هذه الأزمة في التزود بقوارير الغاز قد تزداد حدة مع انخفاض درجة الحرارة التي تؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك اليومي لهذه المادة، علما وأن المنطقة الصناعية بجابس توفر حوالي 40% من الإنتاج الوطني يتم توزيعها أساسا بولايات الوسط والجنوب. بدأت منذ مساء أمس جبهة هوائية باردة في الوصول إلى تونس، ترافقها تغيرات جوية وأمطار غزيرة على الشمال خاصة في أقصى الشمال الغربي، لتشمل خلال الأيام القادمة بقية جهات البلاد. ومع تحذيرات المعهد الوطني للرصد الجوي من احتمال تهاطل أمطار غزيرة، تواصل اللجان الجهوية والمحلية عمليات التنظيف والجهر. كاميرا الأخبار كانت حاضرة في بوسالم من ولاية جندوبة لتواكب واحدة من هذه الحملات. بعد شح للأمطار في الفترة الأخيرة بسبب التغيرات المناخية في العالم، بدأ منذ مساء أمس نزول الغيث في عدة مناطق من البلاد، أحيانا بكميات هامة خاصة بأقصى الشمال والشمال الغربي. المؤشر الإيجابي هو بشائر الغيث النافعة اللي باش تتواصل خلال الساعات القادمة في مناطق الشمال في الوسط وأيضا في الجنوب، وممكن غزارة الأمطار تهم في مرحلة أولى مناطق أقصى الشمال والشمال الغربي. هنا نحكيو على درجة يقظة عالية فيما يتعلق بولاية بنزرت بيزا وجندوبة، باعتبار أنه كميات الأمطار قد تتراوح من بين 40 ل 60 ملم وتوصل محليا ل 80.
وبالنظر لهذه التوقعات بأمطار غزيرة في حيز زمني قصير في مناطق الشمال الغربي وعلى غرار بقية مناطق البلاد، تواصل اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ببوسالم عمليات جهر وتنظيف تجنبا لأي فيضانات محتملة، خاصة مع قرب المنطقة من وادي مجردة. بالطبع بوسالم كما تعرف هي منطقة فلاحية ومحاطة بعدد من الأودية، لذلك عمل اللجنة ومتواصل منذ الصائفة اللي تعدات باش نجموا نخلطوا ونظفوا البلوعات، وكانت العمل هذا بالتنسيق كما حكينا مع مختلف الأطراف المكونة للجنة، من بلدية، من تجهيز، من فلاحة، من حماية مدنية، كذلك دعم من بلدية المجاورة مثل بلدية بلطة بوعوان. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد نبه من أن هذه الأمطار ستكون بكميات هامة في حيز زمني وجيز، ما قد ينجر عنه ارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة والقريبة من الأودية والسدود، إضافة إلى تشكل السيول. اتفق ممثلو الغرفة الوطنية النقابية لصانعي ومحولي البلاستيك واللجنة المشتركة المختصة في موضوع الأكياس البلاستيكية على تأجيل انطلاق العمل بالأمر الحكومي المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوزيعها وتوريدها ومسكها بالسوق الداخلية. تأجيل الانطلاق في تطبيق الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوزيعها وتوريدها ومسكها بالسوق الداخلية من بداية السنة المقبلة إلى شهر جانفي سنة 22 و2000 هي إحدى النقاط التي تم تداولها والاتفاق حولها خلال جلسة عمل جمعت أعضاء اللجنة المشتركة الخاصة بممثلي الغرفة الوطنية النقابية لصانعي ومحولي البلاستيك. الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال المتعدد اللي هي معناها كان تحديدها ما يقلش سمكها على 40 ميكرون وسعتها عن 30 لتر، وطلبوا منها باش نهبطوا فيها ل 23 لتر. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية مش يكلف منها مش يساهم في تكليف مكتب دراسات لمرافقة الصناعيين في المجال هذا خلال الفترة القادمة. جلسة العمل التي انعقدت جاءت عقب إصدار الغرفة الوطنية النقابية لصانعي ومحولي البلاستيك بلاغاً أعلنت فيه رفضها تطبيق الأمر الحكومي خلال الفترة المعلن عنها. احنا نعتبروه معناها خروج على النص وعلى الاتفاقيات اللي صارت. احنا لما انتدبنا قلنا باش نتدبوا مكتب دراسات باش يقوم بتشخيص القطاع، حبوا يشخصوا من ثلاثة نواحي، من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي الاقتصادي، الزاوية الثانية الاجتماعي، والثالثة هي البيئي. احنا مشينا وحاولنا في أربع سنوات وحنا نحاولوا، في الأخرى خرج من النتائج هذه، ولكن شغل الأمر اللي خرج في الرايد الرسمي ما يتضمنش هالعناصر هذوما اللي هما معناها ما يتكلم كان بصفة تقريب إجمالية، ما فيهاش حتى عنصر من العناصر اللي معناها يثبت معناها حقوق الصناعيين. مرافقة الصناعيين فنيا وتقنيا للاستثمار في معدات جديدة لصناعة أكياس بلاستيكية صديقة للبيئة، وتعويض الصناعيين المتضررين من الإجراءات التي كانت مدرجة بالاتفاقيات المبرمة سابقا، إجراءات لم يتم تنفيذها بسبب الوضع الوبائي وفق مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة. التمويلات موجودة، لكن بما أنه الأمر هو خرج في بداية جان في 2020، وفي بالنا معناها التدريجي، معناها البرنامج التدريجي بتاع التنفيذ هو أنه باش يخلي الوقت لمرافقة الصناعيين باش يقدموا ملفاتهم ويحصلوا على المساعدات. بما أنه منذ شهر مارس تقريب، منذ بداية السنة صارت جائحة الكورونا، ما أمكنش القيام بمرافقة الصناعيين في المجال هذايا. الاتفاق على تأجيل تنفيذ الأمر الحكومي سيمنح مجالا للمصنعين للاستعداد بهدف الانتقال من صناعة أكياس بلاستيكية خفيفة إلى صناعة أكياس صديقة للبيئة يتم ترويجها في محلات البيع بالتفصيل والأسواق، وهي خطوة ستليها خطوات أخرى في اتجاه إيجاد بدائل لمنتوجات بلاستيكية أخرى تضر بالمحيط والبشر على غرار الكؤوس البلاستيكية.
يواجه الصندوق العام للتعويض عديد الصعوبات نتيجة ارتفاع كلفة الدعم وتجميد أسعار المواد الأساسية لأكثر من 10 سنوات، مسألة دفعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى البحث عن حلول تمكن من إصلاح منظومة الدعم بأكملها. لتلشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه تعتزم وزارة التجارة إصلاح المنظومة بأكملها وتحيين الصندوق العام للتعويض الذي تعود قوانينه المعمول بها حاليا إلى سنة 1970. الصندوق العام للتعويض وقت اللي تعمل معناه حط معناه شنو من المواد اللي هما أساسية، ممكن حتى كلمة أساسية معناها والمفهوم بيدو تغير. المنظومة بكلها معناها فيها عديد النقائص، وزادت عليها الإجراءات اللي تم اتخاذها نهار 14 جانفي بالرجوع معناها بالأسعار، خاطر تمت الزيادة ومراجعة الأسعار في جويلية 2010، في 14 جانفي تم التراجع على الزيادة هذيك واللي معناها نقص الكل ضافوا تزيد للصندوق العام للتعويض. وأكدت مديرة المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أن مراجعة أسعار بيع بعض المواد الأساسية من أبرز العوامل التي أثقلت كاهل الصندوق العام للتعويض وساهمت في ارتفاع كلفة الدعم. كلفة الدعم وزيد عليها معناها الكميات زادت، الأسعار العالمية، سعر الصرف والمدخلات كما الأجور وكما المحروقات وغيرها من مثل الكهرباء، الماء، كل هذا الكل تم تحمله من قبل الصندوق العام للتعويض، ولهذا الكلفة متاعه ضربت في الاثنين ولا أكثر، كما قلت لكم 730 وصلنا توا 1800 مليون دينار، والكلفة الحقيقية أكثر من هكا برشا. هذاك علاش عندنا مشاكل وما عندنا حتى مستحقات لفائدة عديد المنشآت، معناها المنظومة توا يلزمها تتراجع. واللي أهم من هذا هو علاش ارتفع معناها بخلف العوامل اللي ذكرتها تجميد الأسعار، الأسعار اللي توا موجودة متاع المواد المدعمة ترجع ل 2008. ولإصلاح الصندوق العام للتعويض قالت ممثلة وزارة التجارة إن الوزارة تسعى إلى إرساء تشريعات جديدة تضمن تطوير منظومة الدعم وفقا لما تقتضيه التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها المرحلة. إصلاحات كل مرة نبدأ نقولوها مش نصلحوا، التشخيص معمول، الحلول موجودة وإن شاء الله تعاونونا وإن شاء الله نمشوا فيه الإصلاح هذا. وإحنا ما جينا للأطراف الكل بما فيهم مهنيين وإدارة معنا وزارات أخرين باش نجموا نصلحوا مع بعضنا ونوضعوا الالتزامات والهدف الأساسي هو توجيه الدعم إلى مستحقيه وترشيد الدعم. ويذكر أن وزارة التجارة بادرت منذ سنة 2018 بعرض مشروع قانون على مجلس وزاري يمكن من إصلاح منظومة الدعم عبر استبدال نظام دعم الأسعار بنظام دعم المداخيل، ورغم مصادقة الحكومة آنذاك عليه إلا أنه لم يفعل بعد. في مسعى لمجابهة فيروس كورونا تلقى المستشفى الجامعي بصفاقس دفعة من التجهيزات الطبية، تجهيزات اقتناها المجلس الجهوي للولاية لفائدة المؤسسات الصحية بالجهة. هذه هي الدفعة الأولى من التجهيزات الطبية التي تم اقتناؤها كمساهمة من المجلس الجهوي لولاية صفاقس في معاضدة مجهودات الإدارة الجهوية للصحة في مجابهة فيروس كورونا. فما تجهيزات لي كونسنتراتور دوكسيجين اللي هما يحولوا الهواء الى اكسجين، واللي هما مطلوبين ياسر للتصدي لفيروس كوفيد ومعالجه المرضى بالحاملين لفيروس كوفيد. هنالك ايضا مجموعه من اسره الانعاش، مجموعه من الاسره العاديه، مجموعه من التجهيزات الاخرى اللي باش تكون متواجده بالاساس في الانعاش، يعني في قسم الانعاش بمستشفى الحبيب بورقيبه، وتجهيزات ايضا وهذا مهم جدا، تجهيزات وقايه لفائدة الأعوان والإطارات الطبية والشبه الطبية. صفقة أنجزها المجلس الجهوي بصفاقس بما قيمته 1.7 مليون دينار لهذه الدفعة الأولى اللي تشوفوا فيها توا قدامكم، مازال دفعة أولى بعد الدفعة الثانية بعد 10 أيام إن شاء الله توصل لصفاقس، اللي التجهيزات جاية من الخارج زاد أصلا يلزمها أجال لاستقبالها. دونك هذه الدفعة الأولى من صفقة أنجزت على موارد المجلس الجهوي، موارد المجلس الجهوي بما قيمته 1.7 مليون دينار، وعندنا آخر مليون دينار معناها هي عبارة عن أشغال صيانة وإحداثات لمسائل الكوفيد بمختلف المؤسسات الصحية. هذه التجهيزات وإحداثات جديدة أخرى ستمكن من تعزيز المجهودات لمجابهة فيروس كورونا، تجهيزات وإحداثات جديدة في عدة مؤسسات صحية بولاية صفاقس.
سيتم تسليمها اليوم إلى الإدارة الجهوية للصحة لتجهيز كما قلنا مختلف الوحدات الصحية وخاصة المستشفيات الجهوية في كل من قرقنة، جبنيانة، المحرس، بيرالي بن خليفة، وكذلك مجامع الصحة الأساسية في بقية المعتمديات، وكذلك مستشفى صخيرة ومستشفى الغريبة، وأيضا بعض التجهيزات باش تكون على ذمة وحدة الكوفيد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، وإلا بوحدة الإنعاش بمستشفى الحبيب بورقيبة. هذوما عندنا وحدة عزل ووحدة إيواء كوفيد، عندنا في بعض المستشفى الجاوي عندنا حتى وحدات إنعاش، وهنا تشوفوا رأي ديجا فما أسرة إنعاش اللي هما مش يكونوا معتها إضافة ويخليونا نرفعوا من طاقة الإيواء الأشخاص المصابين بفيروس كورونا. في جانب آخر يتواصل العمل في مسالك الكوفيد المحدثة في عدة مؤسسات صحية بولاية صفاقس، وستمكن هذه التجهيزات والإحداثات الجديدة من تخفيف العبء على الإطار الطبي وشبه الطبي وتعزيز المجهودات في مجابهة فيروس كورونا. وفي سياق عمله الإنساني ومبادراته التطوعية الهادفة إلى معاضدة مجهودات الدولة، قدم الهلال الأحمر التونسي بإسناد من الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر مساعدات إلى وزارة الصحة إسهاما منه في التخفيف من تداعيات الوضع الوبائي. أدوات وقاية مختلفة من كمامات وقفازات وبدلات واقية بقيمة جملية فاقت 500,000 دينار تسلمتها اليوم رسميا وزارة الصحة من طرف الهلال الأحمر التونسي بإسناد من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك لتعزيز مجهودات الدولة في مقاومة وباء كورونا. البروتوكول أمضي اليوم، والآن السلعة موجودة في المستودع المركزي للأحمر التونسي، وفريق الخبراء بين الهلال الأحمر ووزارة الصحة سيعد القائمة متاع جميع المؤسسات التي ستنتفع ويقسموها كل مؤسسة والحاجة متاعها، وسيقع إرسالها مباشرة من المستودع هذاك للمؤسسات الصحية. الناس الكل صف واحد ضد الجائحة هذه، ضد الفيروس اللي كانت عندها انعكاسات اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة. احنا ما نجمو نثمنو، كان نثمنوه التعاون هذا مع المجتمع المدني. الحقيقة مش أول مرة تلقينا عديد الهبات من عديد الأطراف الوطنية وحتى الدولية، وهذا الكل ساهم في تعزيز قدراتنا على حماية إطاراتنا الطبية وشبه الطبية. بادرة تأتي في إطار برنامج عزيمة الوطني لمكافحة انتشار فيروس كورونا والحد من أثاره السلبية. المجتمع المدني احنا في حاجة ليه اليوم بشعادة مجهودات الدولة، لأن الدولة ما تنجمش تقوم بكل شيء، ولكن لازم نأطره في إطار معناتها إشراف الوزارة هذه اللي هي تشرف على المجتمع المدني، وكذلك لتفادي تكرار المبادرات، ثم باش المبادرات هذه تتوزع على كامل تراب الجمهورية بدون إقصاء أي منطقة، بدون إقصاء أي منطقة بطبعاً. هبات ومساعدات تتسلمها وزارة الصحة من وقت إلى آخر من مختلف مكونات المجتمع المدني لمعاضدة جهودها في تعزيز قدرات الإطارات الطبية وشبه الطبية في مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره. وفي علاقة دائما بفيروس كورونا، دعا المختصون في التغذية المتعافين من كورونا إلى الإقبال على تناول الأغذية سهلة الهضم وشرب كميات كبيرة من الماء، كما أكدوا أيضا ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية. مخلفات صحية يتركها فيروس كورونا لدى المتعافين منه وتختلف من حالة إلى أخرى، ويؤكد المختصون في التغذية على أهمية المحافظة على نمط غذائي صحي للتخفيف من هذه المخلفات. بعد ما يبرى إن شاء الله ويتعافى باش تقع فيه مخلفات، باش تقع فيه برشا معناها تنقص من بدننا، باش نجمو نعوضوها بيان سور باش يقع ديما التغذية السليمة اللي فيها باش نوفروا أكثر بروتينات سيغتو ما بعد مرض الكورونا. البروتينات لازم تكون بروتينات حيوانية ونباتية، 50% بروتينات حيوانية و 50% بروتينات نباتية كما العدس والحمص، والبروتينات الحيوانية كما بيان سيغ اللحم والدجاج والحوت. وغالبا ما تخلف كورونا بعض المشاكل الصحية على مستوى الجهاز الهضمي للمتعافين منها، وينصح المختصون بعدم إرهاقه بالأطعمة صعبة الهضم والإقبال على تناول الخضر والغلال. الخضر من أهم العناصر اللي هي نقصت برشا في وقت مرض الكورونا، دوك هيك علاش لازمنا نكثروا منها أكثر باش تولي في كل وجبة كنزم خضر وغلال،
وسيرتو الخضر خاطر فيها برشا ماء وفيها برشا املاح معدنيه وفيها برشا فيتامينات. بدينا نكثروا من السوائل، نشربوا برشا ماء، ماء حتى 3 لتر حتى 3 اترات ماء في اليوم، ونجموا نعملوهم سو فورم دي تيزان. وإلى جانب المخلفات الجسدية، قد يترك فيروس كورونا مخلفات أخرى نفسية لدى المتعافين قد تؤدي إلى بعض الاضطرابات، وينصح المختصون في علم النفس بالابتعاد عن الأخبار السلبية. إنه يبعد على الأخبار السيئة، يأخذ المعلومة الصحيحة من المصدر الموثوق باش ما يكثرش على روحه من الأخبار السلبية اللي تنجم تعاود تأثر سلبيا على صحته النفسية. به حاجة أخرى، إنه يعاود يرجع يمارس حياته عادية بالطبيعة بالالتزام بوسائل الوقاية. نظرة الآخر للمتعافين من كورونا مهمة جدا في التخفيف من مخلفات نفسية للوباء. ظهرت برشا حالات متاع تنمر، حالات متاع تنمر معناها إن نقصي والإنسان اللي مرض بالكورونا ما عادش نحبوا نحكيوا معاه، نتصرفوا معاه بطريقة خايبة بسلوك عدواني، راهو هذا يخطر في حد ذاته. علاش يولي يخطر؟ اخطر على خاطر وقت اللي احنا نشوفه كيفاش الناس تعاملت بالخايب مع اللي مرض بالكورونا، يولي العبد الاخر يخاف لتسيله نفس الحكايه، يولي هو بيدو يخبي المرض نتاعو، والا كيشك في روحه ما عادش يحب يعلن، وهذا هو الخطر الحقيقي. تغيير نظرة الآخرين للمتعافين من كورونا والمحافظة على نظام صحي متوازن وسليم عناصر مهمة في تقليص مخلفات الوباء. وجاء منذ قليل في بلاغ لوزارة الصحة أن العدد الجملي للحالات المكتشفة بفيروس كورونا بلغ 87,471 حالة، وتم تسجيل 61,400 وحالتين من التعافي. بلغ العدد الجملي للوفيات حتى نهار أمس 20 نوفمبر 2,752 حالة وفاة مبلغ عنها. أما عدد المرضى المقيمين بالعناية المركزة بتاريخ الأمس فقد بلغ 294 حالة. عادت الحالة التعاقدية بين نقابة أطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. هذه العودة التعاقدية اقترنت بارتفاع تعريفة العيادات في قطاع الطب العام، ما مثل أعباء إضافية على المواطن. شهدت تعريفة عيادة الطب العام ارتفاعا ملحوظا قدر ب5 دنانير، ما أثار حفيظة الكثيرين على خلفية أن هذه الزيادة تمثل عبئا إضافيا على جيب المواطن. بيدي توقع معناها ترفيع في السعر معناها بتاع العيادات، من خاصة معناها اللي هما مش هم معناها معاملين طبيب العائلة، من 35 إلى 40 دينار معناها بزيادة تقدر 5000. ثقل علينا، وخاصة العباد قبلة بتاعها الكل هي اللي تأتيك صعيبة شوي بحكم الكومبرمون، ولا دونك عنده قبلته كان البريفي، وخاصة اللي عام بريزون شارج اللي هو سيدي عم الصريف. من جهته أكد رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص أن التعريفة الحالية لن تمثل عبئا على المواطن، على اعتبار أن بنود الاتفاق الأخير الموقع مع الكنام ستكون في صالحه. باش يقعد يدفع نفس الشيء، تبقى الصندوق يكون باش يرجع له مثلا 18 دينار، شوية يرجع له تدريجيا 24 دينار، وبعد شوية يرجع له 30 دينار. معناها هذه لمصلحة المواطن، اللي صار الاتفاق هذية لمصلحة المواطن. المواطن في حقيقة الأمر باش يستنفع من هذه تسمى البريزون شارج نتاع الكنام، اللي هي باش تتحسن بالنسبة للعيادات وبالنسبة للأعمال الطبية والجراحية من أول جانفي، وبعد القسط الأول وبعد القسط الثاني نتاع زيادة في 1 سبتمبر. هذه الزيادة التي لم يستسغها المواطن اعتبر أهل المهنة تمثل تحيينا لاتفاقية سابقة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وهي تراعي عدة اعتبارات. لأن التعريفة متاع الأطباء العامين راهي من 35 إلى 45 دينار، معناتها ستون فخشات، وهذه نعتمدوها في تونس على خاطر لعدة ضوابط معناتها جغرافية ومادية وجهوية في كامل تراب الجمهورية. دونك التعريفة راهي ماهيش مضبوطة، ماهيش رقم واحد، راهي من إلى، والتعريفة هذه راهي ما تزيدتش من 2019. وللتذكير، فإن الاتفاقية الممضاة بين نقابة أطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض، والتي بموجبها عادت الحالة التعاقدية بين الطرفين منذ 3 نوفمبر الجاري، والتي من خلالها سيتكفل الصندوق بأمراض جديدة حسب ما أكد رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص.
دخل أصحاب المهن الموسيقية والفنون الدرامية منذ أمس في اعتصام مفتوح بمدينة الثقافة بتونس العاصمة للمطالبة بعودة الأنشطة الثقافية والفنية وخلاص مستحقات الفنانين المتخلدة بذمة وزارة الثقافة. اعتصام يقول منفذوه إنه يأتي بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة منذ الاثنين الفارط على خلفية ما اعتبروه تراجع الحكومة عن قرار عودة الأنشطة الثقافية بداية من 15 من الشهر الحالي. احنا معتصمين بمدينة الثقافة اللي هي مدينتنا للمطالبة بحقوقنا اللي كفلها لنا الدستور اللي هي تتمثل في العمل اللي هو واجب معناها أنه نشتغلوا باش نجموا نعيشوا. احنا في المجال متاع الفنون الحية والتي لها علاقة مباشرة مع الجمهور، احنا بدون جمهور لنا الموت معناها. وذاك علاش إذا كان ما ثماش في الجائحة ثنين هذه إمكانية معناها أنت أن نعود نظرا للوباء اللي ولا خطر كبير للبلاد، كذلك ثم إمكانية متاع تعويضات. الناجد رئيس الحكومة لأنه الاعتصام هذا يراه بديناه من البارح ومفتوح إلى يوم نلقاه حل واقعي وحل موجود أن باش تكون العودة الفورية للعمل. توفي اليوم المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي المنصف الجديدي، أول مهندسي الرصد الجوي المؤسسين لتقديم النشرة الجوية على شاشة تلفزة تونسية منذ مطلع سبعينات القرن الماضي إلى بداية الثمانينات. وقد نعت مؤسسة تلفزة تونسية الفقيد الذي عرف بخبرته الواسعة في مجال التكهنات الجوية وبجديته وحسن تعامله مع أسرتي المعهد الوطني للرصد الجوي ومؤسسة التلفزة التونسية. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. دوليا، انطلقت اليوم أعمال الدورة 15 لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة 20 التي تعقد افتراضيا برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. ويتضمن جدول أعمال القمة عددا من القضايا أهمها الأوضاع العالمية المرتبطة بوباء كورونا والطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم. وسط ظروف استثنائية يمر بها العالم وفي سابقة هي الأولى من نوعها في البلدان العربية، تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم وغدا أعمال الدورة 15 لاجتماعات قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم إلى جانب منظمات دولية وإقليمية. محورها الرئيسي كيفية التعامل مع جائحة كوفيد-19 غير المسبوقة والتي تسببت في ركود عالمي، إلى جانب كيفية إدارة التعافي منها فور السيطرة على فيروس كورونا. وفي كلمته الافتتاحية الافتراضية لقادة مجموعة 20 قال العاهل السعودي الملك سلمان إنه ينبغي العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول للقاحات بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب، إلى جانب أدوات أخرى لمحاربة جائحة كوفيد-19، خاصة وأن هذه الجائحة سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية وما زالت الشعوب والاقتصاديات تعاني من هذه الصدمة. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد بدوره أن تكاتف مجموعة 20 هو السبيل الوحيد للقضاء على فيروس كورونا والتعافي من تلك الأزمة. وقال جونسون أن مجموعة 20 منذ مارس الماضي تبذل كل المساعي اللازمة للقضاء على الجائحة وحماية الأرواح وتوفير سبل العيش، إضافة لالتماس تطورات إيجابية تتعلق بلقاح كورونا في العالم. ودعا دول المجموعة إلى طرح تعهدات جريئة لمواجهة مختلف التحديات للقضاء على الجائحة ومواجهة أثارها وأثار التغير المناخي. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعماء مجموعة 20 أن روسيا مستعدة لتقديم لقاح فيروس كورونا سبوتنيك لأي دولة تحتاجه، مشددا على تزايد الحاجة إلى تخصيص أموال لمكافحة كوفيد-19، مضيفا أن صنع مجموعة من اللقاحات وتوفيرها للعالم بأسره هدف مشترك. وسيحث الاتحاد الأوروبي مجموعة 20 من خلال هذه القمة على استثمار 4.5 مليار دولار للمساعدة في توفير اللقاحات والتحاليل للبلدان محدودة الدخل التي تعجز عن توفيرها، إلى جانب اقتراح إبرام معاهدة بشأن الجائحة وغيرها استعدادا للمستقبل. كما ستتفق مجموعة 20 على خطة لتمديد تأجيل دفعات ديون الدول النامية لمدة 6 أشهر حتى منتصف سنة 21 و2020.
مع إمكانية تمديد آخر إن كانت هنالك حاجة للمزيد من الإعفاء من الديون. في أخبار الرياضة، تحول المنتخب التونسي لكرة السلة كبر صباح اليوم إلى العاصمة الرواندية كيغالي استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام العام المقبل برواندا. وسيستهل المنتخب الوطني لكرة السلة مشاركته في التصفيات بملاقاة مدغشقر في 27 من الشهر الحالي، ثم يواجه الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى. وفي مسابقة كأس رابطة أبطال آسيا لكرة القدم، خسر نادي سيول الكوري الجنوبي ضد ضيفه بكين جوان الصيني بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من المجموعة الخامسة. وسجل فرناندو والان ودوغلاس هدفي بكين، فيما تحقق هدف سيول الوحيد عبر بارك تشو من ضربة جزاء. وفي البطولة الأمريكية المحترفة لكرة القدم، فاز نيو إنجلاند ريفولوشن على مونريال بهدفين لهدف في تصفيات المجموعة الشرقية. وتقدم نيو إنجلاند بهدف سجله كارليس جيل في الدقيقة 38، ثم أدرك روميل كيوتو التعادل لميامي في الدقيقة 61. انتظر نيو إنجلاند حتى الدقيقة 90 لتحقيق الانتصار عبر هدف سجله غوستافو بو. ودائما في أجواء البطولة الأمريكية المحترفة لكرة القدم، توج متوسط ميدان كولومبس الليبيري دارلينغتون ناغبي بجائزة أفضل هدف للموسم الحالي. هدف سجل الهدف المتوج بالجائزة في المباراة التي انتصر خلالها كولومبس على شيكاغو بثلاثة أهداف دون رد. بعد توقف الأشغال بسبب جائحة كورونا، استؤنفت من جديد أشغال ترميم القصر الأثري بالجم والتي ستتواصل إلى غاية 23 و2000، ما سيترتب عنه تعليق جميع التظاهرات الثقافية التي يحتضنها عادة مسرح الجم. استؤنفت في الآونة الأخيرة أشغال ترميم القصر الأثري بالجم وصيانته، مشروع ممول من قبل مجمع السفراء الأمريكي بقيمة جملية تقدر بمليار و400 ألف دينار بإشراف المعهد الوطني للتراث. يعود بناء المسرح الروماني بالجم إلى نهاية القرن الثاني بداية القرن الثالث للميلاد بمحيط 420 متر على ارتفاع قرابة 37 متر، ويتسع لقرابة 30 ألف متفرج. فعليا انطلقت الأشغال في فبراير 2020 بترميم بعض الليفوت في الطابق السفلي، وتوقفت بسبب جائحة كورونا. لنستأنف النشاط في الفترة هذه بتركيز الشافوداج، سلسلة الشافوداج، وتسير الأشغال بنسق عادي. المعهد التراث رصد ميزانية كل عام للمعالم المرتبة التراث عالمي كما قصر الجم. تم تركيز فريق متكامل الحقيقة، فيه من الباحثين، من المهندسين المعماريين، مهندسين الإنشاء، ومن المحافظين في عدة مجالات، ومن التقنيين زادا في المجال التراثي. وتشمل أشغال الترميم صيانة المعلم الروماني المدرج ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وتجديد قنوات تصريف مياه الأمطار وتبليط ساحته. المشروع هو متمثل أولا في تهيئة القصر باش يكون صالح للزيارة ومحمي. النقطة الثانية هو تهيئة الممشى والأرضية حتى تكون قابلة زاد العدد الزوار اللي جيوا للقصر. النقطة الثالثة هي الترميم وصيانة الحجارة والمدارج الموجود بالقصر. النقطة الرابعة هي تهيئة قاعة للعرض. وجدير بالذكر أن الأشغال ستتواصل إلى غاية سنة 23 و2000، ستعلق خلالها جميع التظاهرات الثقافية والفنية لا سيما المهرجان الدولي للموسيقى السيمفوني. الآن مشاهدين إلى تذكير بالعناوين.
في الندوة الدورية للولاة، رئيس الحكومة يدعو إلى مزيد تطبيق إجراءات التوقي من فيروس كورونا، ويؤكد تغير السياسة التنموية في الجهات عبر التشاركية والحوار. اضطراب في التزود بقوارير الغاز المنزلي في بعض ولايات الجنوب في ظل إضراب المنطقة الصناعية بجابس، ودعوات للحكومة للتدخل العاجل لحل الأزمة. ومع تواصل ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، مد تضامني جمعيتي عبر التجهيزات الطبية ووسائل الوقاية من الفيروس. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في بونتين. بقية متابعة طيبة لبرامجنا، كونوا بخير، إلى اللقاء.